شو مش معروف يعني انه النيو تي في هو تلفزيون الفاسيت. هو انا قايل له لتحسين اكثر من مره عندك بروجرامات بتعمل بروموسيون للفاسيت بتشتغل للفاسيت وبتش يعني مش معقول واحد بده يحكي على برامج لانه هو مش اخذ مشاريع بدخلك اخذ مشاريع بالكهرباء بيسكت عنا اللي هو اخذهم عرفت اللي مش هو اخذهم بيربحهم حدا غيره بمناقصه بيروح بيهجم عليهم. الاعلام هو رساله مقدسه لازم سقفة عن كل الإعلاميين تكون الحقيقة. مش إعلامي إذا ما دبرتي له وظيفة بالدولة بيطلع بيزعل وبيسبك. إعلامي إذا ما عملتي سفير بيسبك. إعلامي إذا ما عملتي وزير بيسبك. إعلامي إذا ما عملتي نايب بيسبك. إعلامي إذا قبض مصاري بيسبك. إعلامي إذا إجا طلب منك مصاري وقلتي له سوري أنا ما بشتغل بهالشغلة بالإعلام وما بدفع مصاري ولا معي أصلا مصاري أدفع بيطلع بيسبك. هول الاعلاميين هودا كثير ناس بيسالوا دخلكم ليه هالاعلامي كان معكم فرد مره تغير. هي هي الاسباب اللي عم بعدل لك اياها هيدي هي. بس اني ما بيقولوا هيك شو بده يطلع يقول لي انا صار عندي مشكل شخصي مع التيار او مع جبران باسيل لانه معيني سفير بالفاتيكان. طيب هلا السؤال كمان بجزين سفير بالفاتيكان وزير يعني عرفتي واحد بده يعمل رئيس مجلس اعلى لبنان السوري ما عمل قام زعل صار من يوم للتاني بيسب ناس عم تعرفهم ما تخاف هلا سميت لك اياهم بدون ما اسميهم. اصلا في ظاهره يعني في كثير اشخاص كانوا اليوم مع التيار خاصه اعلاميين يعني حتى كانوا بالاو تي في وصاروا كثير معارضه ضد التيار يعني ايه في واحد منهم تبين انه بفوت ساعات على المطار بلا جمرك بهربهم على اسم الهيك فزعل كشف.